جوهرة في أطراف الصحراء، وواحة نخيل كانت محطة من محطات انطلاق الحضارة في بلاد الرافدين. إنها مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، التي أنجبت الشعراء والأدباء والمقاومين، وأعطت درساً في التضحية من أجل الحرية والعزة والإباء. كبرى مدن محافظة المثنى في المنطقة الجنوبية من العراق، وتحدها من الشرق محافظتا البصرة وذي قار، ومن الغرب المملكة العربية السعودية وجزء من بادية النجف. المثنى ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة، لكنها ربما الأقل من حيث السكان، وتبلغ مساحتها بحدودها الإدارية الحالية أكثر من 51 ألف كيلومتر مربع، ومساحة البادية الجنوبية الداخلة ضمن المحافظة 13 ألف دونم، ومساحة الأراضي المستغلة للزراعة في المحافظة أقل من ربعها، ويبلغ عدد نفوس مدينة السماوة نحو 450 ألف نسمة. كلمة السماوة لها عدة معان أوردتها معاجم اللغة وكتب التاريخ الإسلامي، فقد أورد ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان مدينة السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر فيها. وأما المنجد فيورد أن سماوة جاءت من سما أي على وارتفع. أما كتب السير والتاريخ فقد ذكرت أن مدينة السماوة حالياً هي مدينة أليس التي يرجع إليها الصحابي الجليل المثنى بن حارث الشيباني أشهر قادة فتح العراق، وسميت المحافظة نسبة له. وتورد المصادر التاريخية أن المدينة كانت مقراً للجيوش الإسلامية التي فتحت العراق. وقال البلاذري في فتوح البلدان: وكان المثنى بن حارث مقيماً بناحية أليس يدعو العرب للجهاد. كما قال ياقوت الحموي: أليس مصغر بوزن فليس، وهي الموقع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية، ذكرها في غزوة أليس الآخرة. وقال أبو محجن الثقفي: وكان قد حضر هذا اليوم وأبلى بلاء حسنا، وقال من قصيدة: مررت على الأنصار وسط رحالهم، فقلت ألا هل منكم اليوم قافل، وقربت رواحا وكورا وغرقة، وغودر في أليس بكر ووائل. أما في العصر الحديث فإنها تعد واحدة من المدن العراقية الثائرة التي قاومت الاحتلال البريطاني منذ قدومه إلى العراق، وسجلت الملاحم والمآثر خلال ثورة العشرين. في كل شبر من أرض العراق متحف حضارة وأثر من التاريخ العريق، إذ يوجد في مدينة السماوة العديد من المعالم الحضارية والأثرية، بينها الوركاء ووادي القصير وبحيرة ساوة. وقد سكنها السومريون
منذ ما يقارب 5000 سنة قبل الميلاد، وتقع بحيرة ساوة إلى الجنوب الغربي من السماوة وعلى مسافة 30 كيلومتراً، وتحيطها الصخور الكلسية التي تكونت عبر العصور الضاربة في القدم. ويأخذك جمال ساوة وسحرها عن بعد، حيث ترى بريق مياهها الزرقاء المائلة إلى اللون الأخضر الذي يبعث على الأمل والحياة، وعندها يجتمع الأحباب للسمر والترفيه واللعب ولسماع صوت الموصول الذي اشتهر فيه السماويون. مدينة السماوة من المدن التاريخية العريقة، وتعتبر ممراً تجارياً عند تنقل العراقيين من البدو الرحل، ومحطة تجارية يتوسطها نهر الفرات، ومحطة استراحة للزائرين. كان هناك سوق المسقوف على حافة الصحراء يقصده بعض الزائرين لشراء احتياجاتهم، حيث يتفنن أبناء المدينة بصناعات ومنتوجات يدوية يتبضع بها أبناء المدن المجاورة من التجار. القوافل التجارية اللي كانت تأتي من البادية أو تأتي من الأرياف، أصحاب الجمال وغيرهم، كان مركزهم هو سوق السماوة. فمثلا يتجمعون في مناطق محددة، كأن تكون الخوان الكبيرة التي كانت موجودة أنذاك في السوق المركزي، ويتبضعون من السوق ما يحتاجونه. سوق المسقوف هو واحد من المعالم التاريخية، يمتد تاريخه إلى 30 من القرن الماضي ويزخر بتاريخ حافل. بالنسبة للسوق المسقوف، السوق المسقوف طبعا ما كان شيء، كان سوق ماله المرتفع ماله ناصي والمحلات قليلة. يعني سوق المسقوف من الرأس مالته للرأس النهاية مالته يطلع تقريبا موازد من 15-20 محل. فمرور الوقت صار تحسن به، اللي كان مثل شغلته يبيع حبال ويبيع فد شغلات عطاريات، اجوا ولدهم طوروا السوق. اي والسوق شويه بالنسبه للتصميم ماله استعدل، السقف مالته صار عالي. اي والسوق قديم، سوق المسقوف يعني انا مواليد 60، فاختلاقته هو سوق المسقوف موجود نفسه سوق المسقوف. ورغم قدمه فهو يحتفظ بحيويته وروحه التجارية، ويعتبر سوقا متنوعا بتشكيلاته وبضاعته، فهم يتفننون في طريقة البيع والتجارة بطرقهم الخاصة، ويحتوي على الكثير من المحلات التجارية من الملابس ومحل الصياغة، ومنها سوق الصفافير والأعشاب البديلة.
السوق هذا كان حد نصه، حد من أنا يمكن 150 متر طوله، مو طوله هسه وصل لفوق 500 600، كان لا من هنا لهنا السوق هذا للشغل. وهاي الصفحة منا لهناك كانت حواش، هذاك هذا المحل باب خوش، ذاك المحل باب خوش، ذاك باب خوش، هذيك الصفحة. اي بس هاي الصفحة الخياط النجار الاسكافي، قبل اسكافي يخيطون نعيل مدري شنو اللي ينقطع نعاله، اللي يبيع سمك القصاب مدري شنو، كلها مخبوطة صور الصاير قبل تنكشي، قبل تنكشي مال الصفافير. يعني هاي المهنة قبل هنا هذا في هذا السوق كله، ماكو برا يعني، وماكو فروع، ناس كانت السماوة قليلة ما بيها 500 واحد. على جانب نهر الفرات يوجد سوق القشلة، والذي يطلق عليه تسمية الصوب الصغير، حيث تقع منطقة القشلة الأثرية والتي تحتوي على العشرات من المحلات البسيطة والتي تلبي رغبة المواطن الفقير من حيث اقتناء ما يحتاجه لسد رمق معيشته اليومية. طبعا القشلة هاي منطقة عريقة، وهي تمثل جانب من جوانب مدينة السماوة على ضفتي نهر الفرات. وهاي المدينة أول ما المنطقة تأسست كانت في سابقاً في زمن العثمانيين، وهم اللي انطوها تسمية القشلة. القشلة طبعاً تسمية عثمانية، مو عربية. هاي المنطقة منطقة شعبية وأهلها طيبين، وإحنا سواقفين منتصف القشلة، يعني في لب القشلة هو هذا السوق القديم، وهو الشارع المؤدي إلى الجسر القديم الذي ألغي في نهاية الستينات. في سوق القشلة ترى البقالة ومحل الخضروات، ويوجد منازل سكنية حول السوق، وهي منازل بسيطة وصغيرة لم تجدد بسبب الحالة الاقتصادية. كورنيش السماوة هو اسم يطلق على كل شارع يحاد النهر في العراق، وفي السماوة له طعم خاص وأجواء خاصة في الأيام العادية أو في المناسبات الدينية، منها شهر رمضان المبارك. شارع الكورنيش بالنسبة لمحافظة المثنى يعتبر تابع للأسواق، يعني أحد أسواق محافظة المثنى، تنشط بها الحركة التجارية بهاي المحافظة. يعني بالنسبة للمهن مختلف، بالنسبة للملابس الرجالية، بالنسبة للعطور، بالنسبة لتكرم الأحذية، يعني يعتبر سوق وواجهة لمدينة السماوة. يعني الحركة بي تقريبا هم نشطة وحركة يعني تابعة للسوق. يعني باعتبار العديد من التغييرات حدثت في هذا الكورنيش، منها تعديل البنى التحتية التي تغيرت فيه، وافتتاح الشاليهات، فضلاً عن المقاهي الشبابية والتي زادت من أهمية المنطقة لدى الكثيرين. ولعل كورنيش السماوة هو المكان الوحيد الذي يبقى مستمراً بأهله لوقت متأخر من الليل. تحيط بمدينة السماوة مساحة كبيرة من مزارع النخيل التي تنتشر في العراق وتغنى بها الشعراء، والمعروف أن نهر الفرات على جانبيه النخيل وكذلك دجلة، وكلما يقترب مجرى النهر من المصب كلما تزداد الملوحة. ومدينة السماوة التي تقع على جهة الصحراء، وكان نهر الفرات كثير الملوحة، فكانت النخيل هزيلة من الملوحة،
وفي الأغنية يسأل: نخل السماوة، لماذا أنت أصبحت بهذا الحال؟ فيجيبهم: لأن بنتا سمراء طلت علي، ومن حبها أصبت بالنحول. ثم في المنطقة يوجد فرعان من الأنهر، هما الغراف والمجرة، وكل له حياته المائية. ففي الأغنية يطرح تساؤلا: كيف تلاقى طير المجرة بطير الغراف في حبهما؟ نخل السماوة يقولون طرت سمرة، نخل السماوة يقولون طرت سمرة، أحبك يا رب أما شوارع السماوة القديمة فأكثرها شهرة هو شارع باتا، الذي يعد أقدم شارع في المدينة، وأطلق عليه فيما بعد اسم شارع باتا تيمناً بالصناعات الجلدية العراقية القديمة والتي انتشرت بعموم محافظات العراق. وهنا طرأ عليه الكثير من التعديل وفق الحداثة التي دخلت البلاد. شارع باتا يعتبر من أقدم الشوارع بالمحافظة، كان يقسم المحافظة إلى قسمين، القسم الغربي والقسم الشرقي. شارع باتا حقيقة حسب ما كنت أسمع من والدي أنه سنة 64 قاموا بإنشاء هذا الشارع. كان هذا الشارع عبارة عن مناطق ريفية ومناطق تابعة لتربية الجاموس والعجول، فكان يقسم هذه المناطق عن تلك المناطق، حيث أنه كانت هذه المنطقة اللي هسه قريبة على السينما عبارة عن بساتين وعبارة عن أماكن لتربية المواشي. شارع باتا الآن هذا سمي شارع باتا لوجود شركة باتا للبيع الأحذية، وسمي شارع البكر، وسمي شارع المواكب، له أسماء كثيرة. يتمتع شارع باتا بالمحلات التجارية والمحلات التي تبيع الموبيليات والموبايلات والكهربائيات. شارع باتا كان يتمتع بسوق تجاري واسع، وكان شارع باتا من أعرق هذه الشوارع بالمحافظة. الآن شارع باتا كما نرى اليوم شيء حضاري يمثل هذه المحافظة، أو العرف الذي يعتبرون أهالي المحافظة أنه شارع باتا هو شارع الروحي لهذه المحافظة. ومما لا شك فإن هذا الشارع يتمتع بخاصية فريدة ميزته عن بقية المناطق الأخرى، كونه يتوسط السماوة، وحتى المسافر الذي يقدم للمحافظة من مدينة أخرى يتخذ شارع باتا كدليل للملتقى مع قريبه، كونه معروفا على مستوى العراق. من مناطق السماوة القديمة منطقة عقود السماوة، وهي واحدة من أهم المناطق الأثرية القديمة، ويرجع تاريخها مئات السنين، وها هي اليوم تراها آثاراً متواصلة من دار إلى دار. فهنا تشاهد شوارع وأزقة صغيرة جداً لا تمر من خلالها حتى العربة. هذا يسمونه سابقا ماكو حجز المرزه، شان المرزه هنا عندنا بالسماوه مكان الطبيب، عنده محل هنا يعطيك ورقه يعطيك اعشاب، عرفت؟ هذاك الجو ما سموه حجز الدخل. انا تاريخه تقريبا حوالي اكثر من 40 سنه، هذا تاريخه مكان قديم ومن زمان، واهله كلهم ناس جاويد.
أهالي العقود لم يتركوا منازلهم القديمة والأثرية هذه على الرغم من صعوبة العيش فيها، وفي ظل غياب الدعم الحكومي لها وتأمين ما تحتاجه هذه العقود من بنى تحتية وغيرها. ويأمل سكان هذه العقود أن تصبح المنطقة إرثاً حضارياً مهماً إذا ما تلقوا الدعم الحكومي المطلوب والذي يفتقدوه. في المدينة مساجد مشهورة أبرزها جامع السماوة الكبير، يرتاده العديد من المصلين لأداء فريضة الجمعة والصلوات الخمس، حيث أن له عمقاً تاريخياً عريقاً بني بسواعد أهالي المنطقة ليبقى الأساس للأهالي من حيث التجمع والتواصل. وكان المسجد في السابق يقيم دورات لتعليم القرآن الكريم، إلا أنه في الوقت الحالي لم يعد يشهد نشاطات كالأسبق. بجانب جامع السماوة الكبير يقع السوق وتتوسطه المحلات التجارية، فمكان الجامع عبارة عن ممر تجاري يرتاده المصلون لأداء فرائضهم من جهة، وإنهاء مهمهم داخل السوق من جهة أخرى كونه الأقرب إليهم. من الآثار الباقية في مدينة السماوة الشناشيل التي بنيت بتصميم هندسي جذاب وفن معماري عريق بقي أثراً واضحاً منذ عشرات السنين. تاريخ بناء البيت تم بناء على عدة مراحل، بس آخر مرحلة اللي شوفها هذه قدامك كان 1930 اللي أخذ صورته النهائية، اللي هسه ما تشوف منها شيء إلا أطلال يعني هيكل عظمي مثل ما تشوفه، بس احنا ناويين نحييه ونعيده للحي، يعيد للمدينة صورة من صورها الجميلة السابقة. أنا جيت المنطقة بالأربعة وستين، البيت هذا البيت وبيوتهم القديمة، فاللي سووا القديمة سووها الجديد، نفس المحلة هي نفسها، بيت مصبيت ثلاث بيوت، بس هذا البيت بقى ومسكون مدة وشالوا من عنده، طلعوا من عنده، فهمت؟ بقى على حاطته، تطورت المنطقة وبنيان صار بيها وفصلت البنيان، وهذا البنيان ما يجيدونه إلا المشاهدة أهل النجف، بناية النجف القدماء، هاي الشناشيل والواجهات، شباب الشيخ خشب مثلاً، أي يعني هذا بس المشاهدة يجيبونه، وأنا حسب ما سمعت البنا اسمه زنقور، زنقور من أهل النجف، هو هذا اللي بنى البيت هذا من زمان، أنا قلت لك بالأربعة وستين جيت لهنا لقيته بيت مشيد ومسكون. هذه المنطقة تحتوي على آثار قليلة من الشناشيل والتي بقيت شاخصة تحاط بها البيوتات الحديثة ومنها القديمة، إلا أن هذه الشناشيل بقيت إرثاً واضحاً ومهماً. رغم الجذور العميقة لمدينة السماوة في التمدن والحضارة، إلا أنها تعد المدينة الأفقر معيشياً حسب تصنيف المنظمات المختصة بسبب استغلال وتسلط بعض الأحزاب والحكومات المتعاقبة التي لم تعمل على تغيير الواقع الاقتصادي في المدينة،
ولذلك هناك انعدام في الخدمات وفقدان لأبسط مقومات الحياة. الفقر كما تشير الإحصاءات الحكومية والإحصاءات منظمات المجتمع المدني أن محافظة المثنى تمثل القمة مالته، ربما أكثر من 50% حالات الفقر اللي موجود في المدينة. هذا متأتي منين؟ أن الناس ما عندها عمل، شغل ماكو. ثانيا كثرة الفساد الإداري والمالي. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية القاهرة، إلا أن أكثر ما يميز مدينة السماوة هو أهلها الذين عرف عنهم الكرم والطيب والبساطة وحسن الضيافة والمعاملة وروح التعاون والمحبة.